student learning teams. Student learning team. Research has shown that college students can learn as much or more from peers as they do from instructors and textbook, when students work effectively and supportive group. The groups can be very powerful way to improve academic achievement and satisfaction with learning experience. طبعا الكلام عن هذا القصة يتكلم بشكل عام عن خلينا نقول التعاون. فيقول انه اكو ابحاث اظهرت وبينت بانه الستودنتس الطلاب اللي هم بنفس الجامعة يتعلمون اكثر واللي يستفادون من المعلومة اكثر هم المتعاونين اكثر من الكتب ومن المدرسين اللي يدرسون يتعاملون بإفكتفلي بتفاعل. The experience can be very powerful. وراح تكون التجربة جدا ممتعة وقوية وتحسين مهاراتهم الأكاديمية وتعليم مرضي وجيد. هذا بالنسبة لتعليم التعاون. يكمل يقول recent interviews that with college students at Harvard University revealed that nearly every senior who had learned part of the study group considered this experience crucial to his or her academic progress and success. The list below describes several important activities that you and your student group learning team can collaborate on. طبعا يوجد مقابلات مع طلاب جامعيين جامعة هارفارد, وطبعا سووا مقابلة وياهم ويعني شافوا تجربة العمل التعاوني أفضل بين الطلاب وشنو فائدته, وراح نشوف النشاطات الموجودة. This list below, وهذه القائمة التالية تصف النشاطات المهمة التي يقومون بها. طيب خلينا نشوف شنو هي النشاطات. أولا sharing class notes, معلومة كلش مهمة وحلوة. Team up with other students immediately after class to share and compare notes. الملاحظات الصفية, يعني أنه أني أنطي ملاحظات الصف فيما بينهم البعض, يعني أنا أخذ ملاحظات زميلي يأخذ ملاحظاتي. هذا الشيء سيفيد الطلبة بشكل كبير جدا. One of your roommates may have picked up something you missed or vice versa. بمعنى أنه أنت على سبيل المثال ممكن تأخذ معلومة والطالب الآخر أو زميلك ما أخذها أو بالعكس. فالفكرة أنه أنت من تأخذ تتعاون فيما بينكم وتتناقشون وتنطون الملاحظات, هذا الشيء جدا راح يفيدك كطالب. هاي النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى اللي استفادها من خلال هذا الموضوع هو مبادرة الأفكار والملاحظات. زين. Comparing ideas about sign readings. أيضا عندنا مقارنة الأفكار حول القراءات المعينة. After completing each week's readings, each team up with the other students to compare her highlighting and merging notes. See if all agree on what others' major points were and what information in the chapter you should study for exam. مقارنة الأشياء والنقاط المهمة أيضا من الأشياء المفيدة اللي راح نتعلم عليها من خلال التعاون معا. فإذا أنا مثلا درست مادة الصوت عند دكتورة معينة وزميلي الآخر أيضا درس هاي المادة معي, فإحنا راح نقعد ونتناقش, أقول للدكتورة ركزت على هذا الموضوع وقصدها كذا وكذا وكذا, ويعني مو بس مجرد أنه أنا أخذ ملاحظة من زميلي وإنما نتناقش بالمحتوى. بعدين هو ممكن يخطأ, أنا ممكن أساعده, هو ممكن أنا أستفاد من عنده بمعلومة.
اني مثلا كاتبها غلط، المحتوى نتناقش بالمعلومات وشنو الاشياء المهمه اللي لازم نقراها للامتحان المهمه، وهاي النقطه رقم 2 اللي راح ناخذها من خلال التعاون. النقطه رقم 3 doing library research. Students show that many students are unfamiliar with library research and sometimes experience forming library research teams in an effective way to develop social support group for reducing this fear and for locating and sharing information. موضوع الأبحاث المكتبية، أني يعني إذا 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 وحدي أروح للمكتب أريد أسوي بحث ما لي واحد الصراحة، بس من يكون مع زملائي 5 أو 6 ونقعد مع بعض ونبدي ناخذ معلومات، وحقيقة المكتبة فشي يعني ممل ومتعب، تعال دور هذا الكتاب وهاي المعلومة. فإذا كان مع زميله 4 أو 5 أو 6 ونبدأ نتناقش بالمعلومات، وهذا عنده كتاب وذاك يبحث، إن الموضوع راح يصير أسهل وأمتع وجميل جدا. النقطة الثالثة ملخص بسيط عنها، عمل البحث كذلك العمل الجماعي يساعد على عمل بحوث بطريقة جيدة وجميلة جدا وممتعة بنفس الوقت بدون قلق وبدون تعب. شوف هنا قايل لك قلق المكتبات، طبعا هو هاي ترجمة حرفية، بس احنا ليش كاتبين قلق المكتبات؟ لان فعلا المكتبة فتشي مقلق ومتعب لما تكون وحدك، بس لما تكون ويا زميلك لا. انا اتذكر مرة رحنا اني وزميلي، هو كان مرحلة رابعة وانا كنت يعني مرحلة ثانية على ما اظن اذا اتذكر، او مرحلة ثالثة او اولى ما اتذكر، يعني بعدني انا مرابعة، فهو اخذني وياه ورحنا بحثنا عن كتاب رسالة ماجستير، اخذناها استفادينا كلش من عندها، وحتى انا تطورت وعرفت شلون ابحث عن المكتبة، فالموضوع كان ممتع جدا. هذا رقم 4. نجي على رقم 5 meeting with the instructor. Having your team visit the instructor during the office hour to seek additional assistance in preparing for exams in effective team learning strategy for several reason. If you are shy or unassertive, it may be easier to see an instructor in the company of other students. Your team visit also send message to instructor that you are serious about learning. اللقاء مع المدرس أو المدرب أو أي مدير عمل أو مدير مدرس مالتك، يعني خلينا نقول أو دكتورك أو مدربك إذا أنت كنت رياضي بجامعة بكلية رياضية مثلا. إذن اللقاء مع المدرس وأنتوا زملاء مع بعض، هذا ما راح يخلي عندك خجل أو راح يخلي عندك يعني ضعف أمام الأستاذ. بعض الأحيان إحنا نكون ضعفاء من نريد نتكلم مع الأستاذ، فموضوع إنه أني نتعاون مع بعض ونلقي الدكتور ونلقي أفكارنا وننطيه هاي الفكرة وهذا النقاش وهذا الشيء، هذا الموضوع بالذات راح يشجعني إنه أني أتكلم مع الدكتور بحرية وبدون خجل وبدون تردد. أما أنا إذا أروح للدكتور وحده وأقول له دكتور كذا، يعني ممكن أتكلم معلومة وأسأله سؤال هو سؤال يعني حشاكم، ممكن السؤال سخيف وممكن الدكتور يفشلني. بس أنا إذا كنت مع زملاء لا، إحنا محددين أهدافنا ونعرف شو نسوي، بس أنا وحدي أنا تاي، بس مع زملائي لا، يعني راح يكون التعاون جدا جميل. رقم 5 reviewing test result. After receiving test result, the member of learning team can review their individual tests together to help one another identify the sources of their mistakes and identify any model answers that receive the maximum credit. You can use this information to improve your performance on subsequent tests or assignments. مراجعة نتائج الاختبار. طيب شنو الفكرة؟ يعني أنا يعني مع الأسف إحنا نفتقد هذا الموضوع جدا نفتقد إلى هذا الموضوع حقيقة، ويجب على كل أستاذ وكل دكتور يفعل هذا الجانب عند كل طلاب بكل الدول العربية بكل محافظات بكل المنطقة العربية وحتى الغير العربية. هذا الموضوع جدا مهم، وهو مراجعة نتائج الاختبار.
يعني أنا مثلا امتحنت يعني وأخطأت في العديد من الأسئلة، وأنا كنت دارس للمادة وما عرفت شنو خطأي، فهاي حقيقة مشكلة. فيجب أنه إحنا نراجع أسئلتنا ونقاشنا ونعرف شنو الصح ومنو الخطأ، وليش اختارينا هاي، وليش وقعنا بهاي الصح، وليش ما عرفنا هاي الصح، وإلى آخره. فهذا الموضوع أيضا مهم جدا، ويجب أنه إحنا نراعيه كطلاب وكأساتذة. طيب، إذا مراجعة النتائج. بعد شو عندنا؟ طبعا هاي استراتيجيز فور ميكينج ليرنينج تيم سكسسفل. هاي النقاط ذن مهمة صراحة، ذن لازم نركز عليها. استراتيجيز فور ميكينج ليرنينج تيم سكسسفل. هاي النقاط مهمة شوية، خلينا نركز عليهم. استراتيجيات أو خطوات أو توصيات لعمل فريق للتعلم ناجح، أو استراتيجيات النجاح لفريق التعلم. أنا عندي فريق تعلم أريد أخليه ناجح، كيف أو ما هي الاستراتيجيات أو الخطوات أو التوصيات؟ هي كالتالي: أولاً، in forming teams seek peers who will contribute quality and diversity. Look for fellow students who are motivated, who attend class regularly, who are attentive, and participate actively while in class and complete assignments on time. أثناء تشكيلنا الفريق يجب أنه إحنا نختار ناس مساهمين ويبحثون عن التميز. لازم نبحث عن طلاب عندهم حماس، ما يغيبون، attend the class، يحضرون الدوام، يشاركون، فعالين ويدون واجبهم. يعني إذا أنت جبت لك واحد من عضو من أعضاء الفريق حش السامع فاشل، راح يدمر فريقك كله. هاي نقطة جدا مهمة، هاي صراحة لازم تنحفظ، يعني كلش مهمة. بعض الجامعات يقول لك امتحان بيها، كلش مهمة. Include teammates for both gender، لازم نخلي من الفريق ذكر وأنثى، هذا شيء موضوع مهم جدا. ممكن المرأة عندها نظرة مختلفة عن الموضوع أو عن التعلم، ممكن الرجل كذلك. Such as varieties will bring different life experience in different styles of thinking and learning strategies. إذن هذا الشيء راح يولد عندنا تنوع بالأفكار وتجارب الحياة وبمستويات التفكير أيضا، هذا الشيء جدا مهم. ننتقل طبعا مباشرة على النقطة الثانية، لأن النقطة هاي المهم جدا من النقطة الأولى. النقطة الثانية مباشرة يقول keep your group size small، هذا ركز عليها كلش مهمة. 3 to 6 classmates. إذا لازم فريقنا يكون من 3 to 6، هاي نقطة مهمة. يعني الجروبنا لازم يصير صغير، مو كبير ولا صغير. Smaller groups allow for more face-to-face interaction and eye contact and less opportunity for any individual to shrink her or her personality. It's so much easier for a smaller group to get outside of class. المجموعة الصغيرة من السهل أن تجتمع وتلتم وتتناقش إذا كانوا 5، بس خلي يكونوا 20، لا هنا راح يصير تأخير، راح يصير خربطة. فضروري جدا الفريق صراحة يكون صغير، من 6، من 3 إلى 6. هاي النقطة رقم 2. Consider choosing an even number of teammates so you can work in pairs. Case team decide to divide its work into separate parts of different member or work. يعني نحاول نختار فريق من العمل يكون فريق زوجي أفضل، يعني حتى يكون يعني مثلاً 4 6، ممكن بعض الأحيان يصير 8 ولو هو راح يكون شوية متعب، ولكن يعني هو 6 جداً جميل. إذن ملخص النقطة رقم 2، يجب أن يكون العدد عدد من 3 إلى 6، لأن الأعداد الكبيرة لن تستطيع الاجتماع
ولن تستطيع الأعداد الكبيرة أن تشارك أو أن تعطي أفكار وأن ترتب الأمور. إذا كان الأعداد كبيرة راح يصير خربط أكيد. طيب، أما بالنسبة لنقطة رقم 3، hold individual team member accountable for contributing to learning of their teammates. Research on study groups at Hartford University indicate that they are effective only if each member has done required coursework in advance of the group meeting. طيب، إذا إحنا لازم نقسم، يعني خلينا نقول المستويات أو خلينا نقول الواجبات فردية. يعني أنا مثلا عندي مهمة بحث، البحث يتكون من 6 فصول، أعطي لكل فصل شخص، هذا مهنته. مو معناها أنا أقول له هاك روح اقرأ، إحنا نتعاون كلتنا مع بعض ونرسم خطة مع بعض ونجيب الكتب مع بعض، ولكن نقسم المهام. أنت راح تكتب التشابتر الأول، أنت التشابتر الثاني، والخطة 1 2 3، ونتناول المواضيع فلان فلان فلان، وأنت راح تبدي وبعدين نتعاون. فهذا الموضوع جدا مهم. إنه أنا مثلا عندي على سبيل المثال مشروع، أو مثلا عندي مسرحية، هاي المسرحية أنطي لكل واحد النص مالته وأقول له أدي عملك. يعني ما يصير إحنا كلتنا نجي نقرأ سويه، إيش راح يصير؟ خربطة. One way to ensure a proper preparation is to ask each member to come to group meeting prepared with specific information to share with teammates, as well as the questions on which they would like to receive help from team. إذا إحنا لازم نطم معلومات، نزود كل شخص بالمعلومات وبالأشياء اللي يحتاجها بالتعاون مع بعض، مثل ما أنا ذكرت هسه المثال، مثل ما ذكرت القصة. Another way to have individual member take to different roles، ذكرناها بأنه لازم يكون عندنا أدوار مختلفة لكل شخص. For example, each member could assume special responsibility for mastering a particular topic, section to skill or be taught or other. يعني على سبيل المثال انه احنا لازم ننطي لكل شخص يقرا عن موضوع حتى يضبط الموضوع اللي بيه. يعني مثلا اني عندي المقدمه عن او عن تاريخ الادب العربي، فأنا راح أقول لكل واحد أنت راح تقرأ عن العصر الجاهلي، أنت راح تقرأ عن عصر الإسلام، أنت العصر الأموي، وأنت العصر العباسي. كل واحد نعطيه مهمة ويروح يتعلمها ويضبطها، ونجي مع بعض نجتمع وناخذ ملخص عام للموضوع. This course may be perfect place for you to form learning teams and start putting principles of good teamwork into practice. The teamwork skills you build in this course can be applied for your future courses, particularly those which you find most difficult. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، وهذا قد يعلمك ويساعدك بتطبيق العمل الاجتماعي، وهذا الموضوع راح يفيدك من انت تتعامل مع الناس، بالتعاون مع الناس، تقوية مهارات التواصل عندك، يخليك تقدر تتكلم بطريقة جميلة جدا، وتعرف شلون توصل أفكارك وروح التعاون تصير عندك. What more of employees show that being able to work effectively in teams one of the most important and valuable skills today's work world. في الحقيقة تظهر الدراسات، ترى الدراسات أصحاب العمل والبزنس مان وإلى آخره، بأنه أهم أو أقوى نجاحات العالم حدثت بالعمل التعاون وبالتعاون مع بعض. إذن هذا الشيء هو أساس وفوق كل، يعني هو خلينا نقول هو اللي يمثل النجاح اللي هو التعاون. نجي الآن إلى الأسئلة. طبعا السؤال الأول هو صح وخطأ. One of the main purpose of the reading to encourage students to form learning teams.
يقول واحد من الأهداف هو أن نجعل طبعا هاي المفردات كلهم قريناهن إحنا ولازم نحفظهم طبعا مهمات جدا، لازم نحفظ هاي الكلمات اللي بهاي القطعة لأن بهن غريبة وبهن مرادفات كلش مهمة لازم نحفظها، لازم نحفظها. فواحد من الهدف الرئيسي بالقطعة هو تعليمهم للتعاون، صح جواب ترو. النقطة الثانية يقول in the recent study virtually all Harvard University students said that joining student team helped to be help them more successful. النقطة الثانية يقول يقول انه طبعا هي موجوده، هذا السؤال موجود بالكتاب. Student college revealed that nearly every senior who had been part of the study considered this experience to be her academic progress. يعني هاي هذا الموضوع يعتبر موضوع اساسي في التقدم في عمليه النجاح. بينما هنا هو بالكلام يعني ذاكر حكي يعني غير هذا الحكي، يعني قال بأنه الطلاب قالوا الانضمام إلى المجموعات قد يكون أو قد يكون سببا في النجاح. لا هو ما قاله هيك، يعني الكلام مختلف، كلام مختلف، فراح يكون الجواب false. رقم 2 according to the reading team that include men and women will probably be more effective than team with only men. طبعا هذا يعني جواب صحيح انه لازم التيم يكون بذكر وانثى احسن. To be successful learning team need strong leader. حتى تكون ناجح لازم تحتاج قائد قوي. لا هو ما ذكروا على هذا الموضوع، احنا دا نتكلم وفقا للقطعة طبعا، اكيد هم ما قالوا هذا الشيء، قالوا حتى تكون ناجح تريد الى ناس يعني ملتزمين بالحضور ومتابعين. رقم 4-5 it is good idea for people who have similar interest. يقول من الجيد ان نحوي فريق لديهم نفس الاهتمامات بالضبط. لا هذا الكلام غلط، يعني انا اذا اريد اتكلم على سبيل المثال اريد اسوي مشروع يعني كبير، مشروع عملاق، مو من المنطق انه انا اجيب كلهم هم طلاب قسم لغه انجليزيه، هذا الشيء خطا. انا احتاج انه انا اجيب مهندس، واحتاج اجيب صيدلاني، واجيب طالب انجليزي، واجيب طالب فنيه، كلهم راح ينتجون وياخذون افكار جميله وينتجون عندنا قطعه فنيه او عمل او مشروع ناجح. You can infer that the team of the five people is better than team of يعني يقول خمسة أكثر من الستة. هم قالوا أعتقد قالوا الزوجي أفضل، فالزوجي يكون يعني أفضل. إذن الخمسة يعني مو أحسن من الستة، الستة أحسن لأن زوجي أفضل يعني حسب ما قالوا. بالنسبة لهذا التمرين، فهذا التمرين عبارة عن يعني اشتقاقات support هذا وين طبعا الحل مالت هذا التمرين. فراغات لازم احنا نكتبهم يعني اشتقاقات لازم احنا نكتبهم. فلان support شنو الصفه مالتها supportive هيك. مثلا various موجود الحل بمجرد نحفظ هذه الاشتقاقات. هذا الموضوع ذكرنا دائما قلنا بأنه هذا حسب الرأي يعني ما له جواب ثابت. The author described several learning activities you can improve your academic. Which team activity would be most? Which activity would help you least? And why? وفقا للاستراتيجيات اللي شفناها للنصائح، أي النشاط اللي أنت تعتقد به جيد قول عنه. أنا برأيي الشخصي ممكن النشاط اللي يكون يعني sharing notes مشاركة الملاحظات مع بعض، برأيي الشخصي، ونبدي نكتب عنه.
The reader provides information that should do you to form and maintain effective study team. Make list of three, five things you shouldn't do with putting together training learning team. يقول الأشياء اللي أنت صعب تسويها حاول تحطها مع فريق وتحاول تأديها وتكتب الشغلات اللي أنت لازم تسويها. الموضوع هذا حسب الشخص ما له فد نقطة ثابتة. The author says that teamwork is one of the most valuable skills that today's work on. Do you agree? هل تعتقد بأن فريق التعاون هو أفضل شيء في هذا اليوم؟ ممكن تقول yes وممكن تكون no. هذا الموضوع حسب أنت ما تريد. طيب نجي على learning collocations. طبعا learning collocation موضوع جدا بسيط. هن عبارة عن كلمتين يجون سوية. كلمتين يجون سوية. يعني شلون كلمتين يجون سوية؟ موجود عندنا بالإنجليزي والعربي. يعني مثلا academic achievement هاي تجي سوية. learning experience تجي سوية. تعليم التجربة. share class notes مشاركة الملاحظات أو التعاون بالملاحظات. موجود عندنا حتى بالعربية أيضا. نقول إحنا تمن ومرق مربوطات سوية. كلمتين يجون سوية تمن ومرق هاي دائما سوية تمن ومرق زيت وزعتر زيت وزعتر زيت وزعتر زيت وزعتر سوية تمن ومرق زيت وزعتر يعني جايات مرات يقولون تم روب وتمر روب وتمر روب وتمر يعني شغلات اللي مرتبطة شيء مع بعض هذا يسمونها collocations collocations وموجودات طبعا هذا عليه الحل مثلا academic success learning experience shrink responsibility هذا اللي لازم يجون سوية يعني مثلا عندنا احنا share class notes يعني اعطاء ملاحظات الصف يصير اقول give لا ما يصير ما يصير اقول give لان هي share تسوية شلون احنا نقول تمن ومرق يصير اقول رز ومرق لا ما يصير ما نقول هيش احنا نقول تمن ومرق ثابت فهي هي نفس الحالة يعني هسه learning strategies تعليم استراتيجيات تعليم الخطوات يصير اقول learning steps خطوات لا ما يصير لازم اقول learning strategy يعني هي تجي سوية فذن لازم نحفظها بالنسبة للتمرين اللي بعده فهو مرادفات فراغات يجن بالحل وايضا الحل هذا وين موجود عندنا هنا وإلى اكثر من حل عادي الجملة الاولى academic success نجاح الأكاديمي الجملة الثانية الحل learning experience shrink responsibility shrink مجرد نحفظ الحل والمعنى أنا already أنطتكم إياه هسه يعني مو صعبة أبدا أبدا مو صعبة مجرد الحل تنزل هذا الحل قدامك تنزله بالتمرين وتقعد تقرأ التمرين لا أكثر ولا أقل بالنسبة لي عندنا هذا موضوع الـ reading skill مهارة الريدنج هنا اكو موضوع مهم لازم نركز عليه اللي هو السكيمينج والسكانينج طيب السكيمينج احنا نقول عليه بالعامية قراية شلالية قراية شلالية سكانينج قراءة بدقيقة to get general idea قراية شلالية يعني انا عندي موضوع بس مجرد اطلع عالي اقلب اصفاح ايش راح اسوي بهذا تقرا فقط العناوين الرئيسيه to find what the text is about النص على شنو يحكي to identify the main idea بس تاخذ الفكره الاساسيه بالموضوع طيب والسكانينج لا السكانينج يختلف to find a specific fact نجد حقائق to find a specific word كلمات محدده لكي نجاوب عن أسئلة خاصة إذن هذا هو إذن السكيمينج قراءة شلالية السكانينج قراءة تفصيلية هذا هو الفرق يعني أنا بالسكيمينج ما أقرأ بس العناوين أقرأ بداية الباراجراف ونهايته أما بالسكانينج أقرأ صغيرها وكبيرتها كل شيء يخص النص راح أقرأه مثلا عندنا هذا مثال Does the article have information I need? هل المقالة تحتوي على المعلومات التي أريدها؟ طبعا طالما معلومات أنا أتوقع هي سكان
What's the article is about؟ عن شنو تتكلم هاي المقالة؟ لا هذه سكن، بس أريد أعرف العنوان. How is the article organized؟ كيف تم تنظيم المقالة؟ أكيد هذه سكان لأن تفاصيل. What does the word concept mean؟ هاي الكلمة شنو معناها؟ هاي كلمة، إذن هذا سكان تفصيل. What does the author say about asking questions؟ ماذا قال عن صياغة الأسئلة؟ يعني أتوقع هذا سكان شوية بها تفصيل. What the audience for this reading؟ من الجمهور في هذا؟ أكيد هاي سكان لأن بها تفصيل، يعني لأن بها تفصيل. بالنسبة لهنا getting ready for the message، for the message. Listening in the class is not like listening to TV program, listening to friend, or even listening to speaker at meeting. Difference, of course. هنا بيحكينا عن الاستماع. شلون الاستماع مرات يختلف؟ يعني مرات أنا بالصف من قاعد مو مثل الاستماع مثلاً للتلفزيون. واحد بنسمع التلفاز انتبه علي، بس بالصف كل شوية الكلام يصير شوية بملل. طيب إذن هنا here are 8 strategies، هنالك 8 استراتيجيات تساعدنا حتى نكون مستمعين جيدين. أولاً be ready for the message، تكون متحضراً للرسالة. الواحد لازم يتحضر للفكرة، الفكرة عن شنو تحكي لازم أستلمها لأن ممكن راح أرجع النوب أسأل بيها. طيب listen to the main concept and central idea، يعني مو بالضرورة أنا أركز الكلام الفردي، لازم أركز على المواضيع الرئيسية والأفكار المركزية خلينا نقول الأساسية. يعني كل شيء مرتبط بالموضوع مالتي أفهمه، لازم مو بس أفهم الأحداث، لازم أفهم الفكرة شنو مالته، شنو الدرس من عنده، شنو العبرة من هذا الموضوع. Central ideas. Listen for new ideas، خصوصا الأفكار الجديدة. لما تسمع فكرة جديدة حاول تفهمها وحاول تدون هاي الملاحظات بعض الأحيان اللي ممكن تنساها. مرات أنا أقول معلومة عادية بس لما يجي الامتحان أتندم أقول ليش ما كتبت هذا الموضوع وهذا المثال صراحة. طيب really hear what is said، استمع بحق ما تم قوله. يعني الواحد لازم يسمع، خلينا نقول فعلا اسمع بقلبك قبل أن تستمع بأذنك. repeated mentally، استمع عيد هذا الموضوع بينك وبين فكرك، يعني أعد التفكير. words that you hear you can go in one ear and out other unless you make effort to retain them. يعني مرات الكلام تسمعه يجي ويروح بس ظل فكر بيه، ظل مخمخ بيه، احنا نقول مخمخ بيه، مخمخه هيك. think، فكر. decide whether you think what you have heard is important. reflect on new information، علق، انطي افكار جديده. هاي نقطه ايضا مهمه. ask questions، اسال سؤال. اذا سمعت كلام او شيء جديد اسمعه، اسال عنه. ليش هيك؟ زين اذا هاي لعد هاي شلون؟ زين اذا جتني كذا شو راح يصير؟ هاي النقاط كلش مهمه. sort، organize، categorize. category معناها يعني صنف، categorize يعني صنف، نظم، رتب، افرز، طلع هاي المعلومه كذا هيك كذا، هاي هيك، هاي اللي هاي كذا. لازم واحد يفرز افكاره ويرتب اموره. when you listen try to match what you are hearing and with your previous knowledge، يعني حاول انه انت تربط المعلومات اللي انت اوريدي قبل عندك. طيب هذا الموضوع احنا ذكرنا عنه شنو هو، عباره عن تعاون نكتب عن موضوع. فهنا قايل لك مثلا to improve your academic career، what are the things you can do to be more successful، شنو الاشياء اللي برايك تقدر تسويها حتى تكون ناجح. ضيف افكار ورتب امورك انت وزميلك واكتب عن هذا الموضوع. هو هذا الفكره بالاخيره هي عباره عن نقاش وكتابه، يعني احنا نسمع ونعلق. فمثلا يقول لك وان سبايدر، مثلا نقول عندما تتحد العناكب يمكنها ان تلم ان تصيد الاسد. مثال هذا مثل حتى موجود عندنا بالعربي، احنا نقول
العصي لما تجتمع مع بعض ما حد يقدر يكسرها، بس لما تكون وحدها ممكن كل شيء. أو مثلا نقول القوم التعاونت ما ذلت، يعني هذا مثل. فهذا أيضا مثل يقول لك السبايدر إذا اجتمعوا معا العناكب يقدرون يصيدون الأسد. فنبدأ نتناقش على هذا الموضوع عن التعاون وما إلى ذلك وما إلى ذلك. وهذه المفردات أصلا أنا أوريدي خليناها بالملزمة وتحدثنا عنهن وذكرناهم بالتفصيل الممل. جدا مهمة هذه المفردات لأن بها أشياء جديدة، بها معاني جديدة نحاول نركز عليها ونفهمها ونستوعب.